وجيت ان هو ادى سعاده جامده مساله، وقال ده اللي احنا عايزينه، ده بيساعدنا جدا. ده مساله هتساعدنا جدا في المؤتمر الاقتصادي، احنا محتاجين نوصل مع الناس ونتواصل مع مجتمع الاعمال ونعمل كذا احنا. ده بالنسبه لنا بلاتفورم هايل جدا ان احنا نقول اللي بيحصل ونسمعهم ونحل الكلام ده. ويعني هو كان لسه جاي من امريكا زي ما حضرتك عارف، وقال اي حاجه وبعتنا مع الوزراء المعنيين. وزير الاستثمار طبعا قابلته، هو هيبقى في الصين فهيبقى رئيس هيئه الاستثمار. المهم قعدت مع المهندس ابراهيم محلب وشاف الكلام وانبسط، وزي ما قلنا ان هو الكلمه هتبقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي وخارج الاستثمار، بازاله المعوقات بالاعداد للقمه الاقتصاديه، وان ده جزء منها. اتكلمت على فكره الامانه الدايمه والجزء اللي خاص بالاجراءات، مش كلام عمومي عن العداله الاجتماعيه، بتبقى محدده بقى. قعدت مع الدكتور جمال البتولي لانه هو نفس المبنى، فده مش في التداول يعني. فهو لما بص كده قال امال احنا هنعمل ايه؟ هو واضح ان هو بيتولى الاعداد للمقاومه الاقتصاديه. قال امال احنا هنعمل ايه؟ وبعدين طبعا انا بتاع بحب اخبار مؤسسه كده هتقود الدوله. يعني اتناقشنا وكده، قال انا بتكلم بكل يعني علاقتي طيبه بيه يعني. فقدم هو وجهه نظر ان احنا نخفض المساله جدا. شويه وزير في جلسه اتكلم بالنيابه، وان اللي يفتحها ليه رئيس الوزراء. اولا هو رايه ان ده احراج لرئيس الجمهوريه لو حضر، وانه لو رئيس الوزراء ما برضه الحكومه فيجي وزير الاستثمار يقول وزير الاستثمار مسافر. داون جريد. ان الترتيب مش هينفع في الجلسه الافتتاحيه لو في امل. يعني احنا بنتعشى بحضور اي حاجه من كل الاحوال حتى لو ما حضرش، فاحنا هتروح له التوصيات وهيبقى رئيس الوزراء حاضر. طبعا انا اتمنى انه يحضر لانه بيدي زخم مختلف للمؤتمر، وبشكر الدكتور بنزوري على كل اللي مازال نجاح المؤتمر معانا. و يعني ابدا رايي طبعا كمستشار، احنا ان شاء الله بنرتب، لان احنا لو استنينا لاخر لحظه على ان يجيلنا القيمة الامن والاجراءات والحاجه ما حدش هتروح للدعوه، مش هنقدر نعمل ترتيب واحنا نفضل مستنيين كده. احنا المره اللي فاتت واحنا بنعمل احضار فاكر عاملين الراوند تيبل وكل حاجه جاهزه، مفيش بقى اجراءات الامن ما اعطيتناش وبتاع. احنا دلوقتي ممكن توقف لنا كل حاجه، احنا شغالين بطريقتنا وشغالين بتاع، واي اسماء بتروح اخرها لسه رايح دلوقتي اخر تحديث الاسماء هم اللي طالبينها كمان. فبنشوف في الاهتمام سفاره الولايات المتحده، بريطانيا، الهند، يعني مجموعه دول طالبين الحضور على مستوى العناصر او على مستوى المحامين الاوروبي، رجال اعمال عرب طلبوا العبار احنا كنا دعينا كلام حضرتك مظبوط، احنا كنا دعينا العرب، احنا دعينا السفراء العرب، انما بالنسبه للسفراء الاجانب الحقيقه ما جاتش في دماغنا. انا بفكر يعني غير الاجانب الغرب، انا بفكر في الشرق، الهند وباكستان وماليزيا و سنغافوره كمان، يعني المجموعه اللي نزلها روسيا يعني الاتحاد الاوروبي لو سمحت ما تنساهوش من الغرب، ده نص تجارتنا معاه. طب هو الاتحاد الاوروبي ولا دول للاتحاد الاوروبي؟ لا دول دول هتوه بقى، يعني المانيا مثلا مش عندهم سفير واحد. تخطيط الاخبار السياسيه محتاجه تبين حل من الزخم اللي حصل في المؤتمر ده، سواء على مستوى القضايا او على مستوى المحيط الخارجي. وعايز اشير ان احنا في المؤتمر ده واضح ان احنا عندنا ثلاث اجيال من رجال الاعمال، لابد ان ده يتضح بمحاوله بمنتهى الامانه. عندي الجيل الجديد وجيل الوسط والجيل التقليدي الوسط، كل عصر فدي لازم تبرز في التغطيه الاخباريه. نمره ثلاثه البند الاجريسيف بتاعي مش هقوله لكن هقوله بطريقتي، لما بيجي يورو ماني ولا ايرو ماني ولا زيرو ماني
وهي كلها من المنظمات الدولية بمنتهى الأمانة، الدولة كلها بتروح لها بيبقى فيهم حتى رئيس الوزراء فليس بالإضافة. طب النهاردة لما يكون في مؤسسة وطنية تتبنى أجندة وطنية حقيقية وهي أدرى من شكلات بلدها، أنا في رأيي لا يورو ماني ولا أي حاجة تعدل. فأنا حقيقة فأنا بتكلم هنا لأني أنا مش بتكلم عشان أخبرهم، أنا متحمس للمؤتمر ده لأن حجم الحماسة والعطاء اللي أنا بجد عند الناس اللي دول أكبر مما تصورت حقها. اثنين، هقول سر عمري ما قلته، أنا في حياتي ما كنت أتخيل رجال أعمال مصريين فيهم هذه الوطنية اللي أنا شفتها في المناقشات، بدليل كلمة العدالة الاجتماعية طلعت بقناعة من رجال أعمال. فده البعد اللي لازم أيضا يبان الأستاذ ياسر في التخطيط. فأنا أتصور إن الميديا كارت بتاعتنا ممكن تعمل نوع من أنواع، مش عايز أقول الضغط، تبين إن مين المستفيد من هذا المشروع. فأنا أتمنى وأنا عارف إن دي حرفتك ومهنتك أنت والزملاء إن الميديا لازم تكون هذا. برضو عايز أقول للمجموعة الحاضرة، الميديا كلها معانا، جميع القنوات معانا، مفرغين قنوات خاصة لينا، كل المواقع بقت معانا، خدوا مننا البرومو بتاع الإعلاء بتاع المؤتمر فور فري، فيري انتنسيف كامبينز هتبدا من الليله دي لمده 5-6 أيام جايين. فبامانه انا ردي العملي هو انه يبان حجم الزخم. وحد من سيدات رجال الاعمال برضو، لان ذيس از برضو امبورتنت ان احنا ويسند المسج ان احنا الموضوع ده اتغير خلاص، ان احنا جرا ويمن وبس وخلص على كده. فيري سمبل فورمات تو ذا بوينت. ده تصور. في تصور تاني بعد اذن طبعا دكتور طارق حجي، في الفورمات ان احنا نطلع جوه لجنه الطاقه، احنا اتكلمنا فيها قبل كده شو لاي سيد انا بالعكس عجبني اللي انت قلته. يعني ان احنا الفورمات بتاع لجنه الطاقه ان في كذا حد هيطلع يتكلم 10 دقائق كل واحد، يعني يا ريت لو بدل ما كل واحد يطلع يقول 10 دقائق هو المودريتور بيفتتح الجلسه والباقي بيبقى نقاش مفتوح ما بين الصاله وما بين الناس اللي قاعدين، بحيث ان احنا ندور على حلول للمشكلات اللي موجوده بدل ما كل واحد بيطلع يعني يقول يمكن برزنتيشن 10 دقايق. يبقى الفورمات البانل يبقى مفتوح بحيث ان المشاكل بتاعت الطاقه معروفه، المستثمرين بتوع الطاقه موجودين، الناس اللي بيتكلموا ما عندهمش حلول يقدموها لان الحلول دي بتيجي من الحكومه، لكن ده ممكن نقوله ان احنا بنتناقش حوالين الحلول وبيبقى موجود الوزير وبيرد وبيبقى موجودين رجال الاعمال وبيردوا وبيبقى موجودين الناس اللي مسؤولين. حد من الشباب جامعين شباب الاعمال او حد يكون حد من الناس اللي عندها فاهم، اما حد يكون موديل عمل مشروع الاخير وعنده او حد من المسؤول عنده سياق الاستراتيجية. يعني ده سنة عيدية يعني شوفوا بس لان فكرة برضو المودريتر بتقتل شوية فكرة السبيتشز وبنخليش حد يفضل يستطرد كتيرا بالذات لو في توكين بوينتس نقاط محددة الناس ممكن نوجه لها اسئلة بندخلها في دايركشن محدد. يعني ده فكرة